طيب احنا من يومين كان معانا على التليفون الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وطمنا من خلال مكالمتنا معاه على حاله الجو ودرجات الحراره في الاسبوع اللي احنا فيه. طيب بالنسبه للاسبوع الجاي بقى ان شاء الله ايه الاخبار؟ ده اللي هنحاول نعرفه من الدكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه اللي منورانا. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يا ترى ايه الاخبار الاسبوع الجاي ان شاء الله؟ هو احنا خلينا نقول ان احنا غدا الاول هنشهد ارتفاع مؤقت في درجات انحاء الجمهوريه، هنحس بالاجواء شديده الحراره فترات النهار، هيكون مؤقت ان شاء الله من يوم الجمعه، يمكن نحسها اكثر مع يوم السبت، هيحصل انخفاض في درجات الحراره، هتعود بالمعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. احنا بنقول الخميس متوقع العظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه، لكن ان شاء الله اعتبارا من الجمعه هيكون ما بين ال 32 وال 31، فباقي ايام الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون في انخفاض في درجات الحراره لتتراوح زي ما قلنا ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه. فكره التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، هل دي طبيعه الفصل اللي احنا فيه ولا ده نتيجه ايه بالظبط؟ لا، هو هي تبقى السمة أساسية خلال الشهر اللي جاي تقريبا، لأن احنا بداية فصل الخريف دايما هنحس بالتذبذب في درجات الحرارة في اليوم الواحد، هنحس فترات النهار بارتفاع الحرارة أو بحرارة بعض الشيء، فترات الليل وخاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل هنحس ببعض البرودة، فاحنا الفترة دي هي فترة يعني تقلبات جوية خاصة في درجات الحرارة، الأسبوع الواحد هنحس بارتفاع وانخفاض، وكمان اليوم الواحد الى ان تستقر درجات الحراره نحو الانخفاض، لكن النص الاول من فصل الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه خاصه في درجات الحراره، بالاضافه كمان بدايه فرص وسقوط الامطار على المناطق الساحليه او حتى كمان المناطق الجنوبيه، يعني احنا غدا وبعد غدا هيكون في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق سواحلنا الشماليه، هي فرص طبعا سقوط امطار خفيفة. والفرصه كمان ضعيفه، لكن بدايه الاجواء الخريفيه ان شاء الله متوقع يوم الجمعه القادمه بدايه فصل الخريف اللي دايما معروف فيه فرص الامطار وانخفاض درجات الحراره. طيب اللي حضرتك بتتفضلتي بيه ده معناه ان في مثلا تحذيرات معينه تحبي حضرتك تعرفينا بيها، متعلقه مثلا بالشبوره في الصباح الباكر، متعلقه بفكره ان الواحد ما يتخدعش في درجه الحراره فيخفف او يتقل هدومه، يعني النوع ده من الامور؟ هو طبعا على مدار فصل الخريف خلينا نقول الايام القادمه ان شاء الله مش هيبقى في اي حاجه تقدر تاثر على الساده المواطنين، لكن في فصل الخريف وخاصه في النص الاول من فصل الخريف كثافه الشبوره المائيه هتبدا تزيد، هتبدا تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه، فمهم جدا الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور في اوقات تكون الشبوره المائيه اللي بتكون دايما في الساعات المتاخره من الليل وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. كمان نوعية الملابس مش عاوزين يعني ننخدع في تغيير نوعية الملابس بشكل كبير، لأن احنا هنيجي في فترات النهار هنحس بارتفاع الحرارة، فترات الليل هنحس بالبرودة. بالإضافة كمان طبعا نتابع جيدا النشرات الجوية، لأن الخريف تحديدا معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، زي ما قلنا حالات عدم الاستقرار الشديدة اللي ممكن يكون معها سقوط أمطار غزيرة، فمهم جدا متابعة النشرات الجوية بصورة يومية لأن دي فترة تقلبات جوية. الحقيقة زادت في الفترة الأخيرة أهمية متابعة النشرات الجوية، يعني أخذا في الاعتبار اللي بيحصل في العالم كله من مفاجآت جوية نتيجة تغير المناخ. وبالمناسبة دكتورة منار لو تسمحي لي أروح مع حضرتك لما هو أبعد شوية من الأسبوع الجاي، أنا بكلمك على موسم الشتاء القادم إن شاء الله، هل من المتوقع إن نشوف اي اجواء غير اعتياديه نتيجه تغير المناخ؟ بالفعل احنا بدانا نتاثر في جمهوريه مصر العربيه بعنف الظواهر الجويه بسبب التغيرات المناخيه. احنا في الخريف العام الماضي شفنا سيول اسوان وحصل فيها خسائر ماديه وبشريه وكانت امطار غزيره. احنا موسم الامطار بيبدا مع فصل الخريف مع تقريبا في شهر 10 منتصف شهر 10 بيستمر معانا الخريف وكمان الشتاء. بيبقى موسم سيول على المناطق الجنوبيه، سلاسل جبال البحر الاحمر، جنوب الصعيد وسيناء، وامطار طبعا على المناطق الساحليه. ففي ظل التغيرات المناخيه بدانا نشاهد عنف الظواهر الجويه، يعني احنا معتادين على امطار، لكن كميات الامطار الكبير مش معتادين عليه، عنف الظواهر ان احنا نشوف برد او اماكن بتتغطى بالكرات الثلجيه يعني مساحه كبيره جدا، ده احنا مش متعودين عليه في جمهوريه مصر العربيه. بالفعل في ظل التغيرات المناخيه مهم جدا متابعه النشرات الجويه، مش هتفاجئ بالجو عامل ازاي، واحنا طبعا في انذار مبكر دايما قبل اي حاله جويه بنزوره بوقت كافي عشان نبقى ناخد احتياطاتنا.
اصدقائنا، احنا المواطنين والساده المسؤولين. بالمناسبه دكتوره منار، هل نتيجه برضو المتغيرات اللي استجدت في حياه العالم كله في الفتره الاخيره، احنا خلينا فيما يتعلق بينا احنا في مصر، هل نتيجه تغير المناخ بيكون في شكل من اشكال التنسيق بين حضراتكم في الهيئه العامه للارصاد الجويه وبين القائمين على الادارات المعنيه بتسيير الامور في حال وجود مثلا لا سمح الله سيول، فيضانات، النوع ده من الامور؟ انا بتكلم على جهات او هيئات من عينه هيئه الصرف الصحي او اي هيئات معنيه بهذه النوعيات من الامور. طبعا احنا في تواصل دام، يمكن احنا بدانا كمان نسمع مؤخرا في السنوات الماضيه عن الاجازات اللي بناخدها اجازات استباقيه بسبب سقوط الامطار الغزير، فاحنا دايما في تواصل دام مع غرفه دعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الساده المحافظين في كل محافظه، كمان في الهيئه العامه للارصاد الجويه مع حالات عدم الاستقرار بيبقى في غرفه عمليات، كل متنبئ وكل اخصائي بيبقى متابع مع كل محافظه على حده، منظومه الصرف الصحي، الادارات المحليه، دايما في الحالات الجويه احنا بنعمل طبعا انذار قبلها بوقت كافي عشان نبدا ياخدوا احتياطاتهم ويقدروا يوزعوا العربيات لو في سقوط امطار غزير في المناطق، او حتى كمان يعني تنظيف مقرات السيول او المناطق اللي هيحصل فيها سيول، الطرق والكباري عشان خاطر اغراق بعض الطرق في حالات السيول او حتى الشبوره المائيه. فاحنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه في تعاون كامل بيننا وبين غرف أزمات المحافظات وغرفة الدعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. ده شيء محترم وشيء في منتهى الأهمية الحقيقة، لأن احنا على مدار الكام سنة اللي فاتوا وقبل حتى ما تتفاقم مشكلة تغير المناخ، حتى بكلمك على الصعيد المعتاد من الجو يعني عندنا في مصر، في اماكن كتير قوي في شتويات سابقه، وحضرتك ادرى مني مليون مره اكيد متابعه اكتر مني كمان، في محافظات شبه غرقت نتيجه عدم الاستعداد كما ينبغي، بما فيها محافظات ساحليه زي اسكندريه كان في مشاكل في وقت من الاوقات في الحاجات اللي اظن اسمها الشنايش او حاجه زي كده لو انا مش غلطان، اللي هي بتتصرف من خلالها مياه الامطار الزائده. بالفعل في حالات يعني كان مع 2015 2019 كان في حالات حصل فيها غرق للمناطق الساحليه زي اسكندريه بالفعل، تمام. مناطق كمان من جنوب البلاد في بعض القرى غرقت بشكل كامل، صحيح. لكن الحمد لله يعني احنا مؤخرا بقى التواصل الكبير بيننا وبين الساده المسؤولين ومتخذي القرار في الدوله او في المحافظه ده بيسهل علينا او بيسهل عليهم كمان ان احنا نتفادى اي خسائر ماديه وخسائر بشريه طبعا. صحيح. طب ده شيء جميل جدا، وسعداء بمشاركه حضرتك معانا وبنشكرك على وجودك معانا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وخلينا نختم الجزء ده من الكلام بان ربنا يسلم ان شاء الله فيما يتعلق بالحاله الجويه.